مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بديوان عام وزارة العمل بمشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وإصداره. النهاردة هيعقد اتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة مؤتمر جماهيري حاشد لأعضاء الاتحاد بالمحافظة في 5 عصراً بحضور عدد من قيادات الاتحاد ورموزه، وبيأتي عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة تنفيذاً للخطة اللي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد في 2 مايو الماضي برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد. النهاردة هتنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج فعالية اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع، واللي بتنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربي في قصر الأمير محمد علي بمنطقة المنيل بالقاهرة بدءا من الساعة 6:30 مساء. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 37 من عمر المسابقة، هيلتقي ليفربول مع أستون فيلا في تمام الساعة 10 ليلاً.